لون الشفق. لون الشفق لما يعكس على 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 بياض السحاب، لا تجد نفسك إلا أنك تسبح الخالق على هذا الإبداع. فبعده بفترة بسيطة تجد أن الأرض أصبحت ليل وأن السماء بقيت نهار. فآيات عجيبة، يعني لا تتمالك نفسك إلا أن تسبح. برضو من اللحظات الجميلة هي أنا صراحة اللي هي عودة الحجاج، خاصة الحجاج شرق آسيا ووصولهم الأرض الوطن هنا. فتشوف يعني أمواج ولا أفواج من الحجاج أول ما يوصلون أرض المطار يسجدون لله حمد وشكر. فالمنظر كان يعني رهيب، وكان فيه يعني فعلا يعني شو اسمه شيء من الجمال اللي ما أقدر أوصف لك إياه، ولكن منظر فعلا رهيب. أجمل منظر شافته عيني كان يختص بالركاب مو بالمناظر اللي أشوفها. صحيح أنه كل يوم نشوف مناظر حلوة وكل يوم في بلد، بس أجمل منظر شفته لما كان أمي وأبوي من ضمن الركاب اللي معي في الرحلة. فخر، كنت أشوف الفخر في عيون أمي، ولو أنها كانت يعني منقبة وكذا، بس كنت شايفها كامل، شايف وجهها كامل من خلف النقاب، وهي فخورة جدا فيني. هذاك اليوم حسيت أنه قدرت أرد لهم ولو جزء بسيط من اللي لهم عندي. أبوي قال السلام عليكم. ولما قلت عليكم السلام كذا أمي كذا، طبعا كنت أسلم على أبوي وكذا، وما أذكر الكلام، بس أنا أتذكر زي لما تكون أنت قاعد في مكان فيه صخب كثير وكذا، أنت ما أنت مركز معي شيء، مركز على حاجة معينة، بس أنت كنت أركز على الرياكشنات أو ردود أفعالهم عشان أشوف كيف أقدر أقرأها.